الرسل عليهم الصلاة والسلام على جلالة قدرهم ومكانتهم يبتلون من أعدائهم، حكمة من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قادر على أن ينتقم منهم، ولكنه يريد سبحانه أن يكون من المؤمنين جهود في نصرة الأنبياء والمدافعة عنهم وعن دعوته. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولهذا الله جل وعلا يسلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما جرى لإخوته من الأنبياء والمرسلين من قبله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وإن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،